السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن رياكتور دو جي اس، اللي هو يعتبر البوس بتاعنا أو الأبلكيشن مانجر بتاع البروجكت بتاعنا كله. فده زي ما احنا قلنا قبل كده هيكون مسؤول عن كل حاجة في الأبلكيشن بتاعنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السيرفيس بروفايدرز، واتكلمنا قبليها عن الموديولز، وقلنا المرة اللي فاتت إن السيرفيس بروفايدر هيكون المسؤول عن الموديول بالكامل، بحيث إن هو لما يجي يتعامل مع أي حاجة خارجية يبقى هو إيه الريبريزنتيف بتاع الموديول دوت. طيب الموضوع هيبقى ماشي عندنا ازاي؟ احنا هيبقى عندنا مجموعه من موديولز، نفترض مثلا عندنا يوزرز، عندنا كاتيجوريز، وعندنا برودكتس. تمام، الثلاثه دول هيشتغلوا عندي في البروجكت بتاعي. فاللي احنا هنعمله ايه؟ انا دلوقتي هاجي اقول له والله حضرتك انت عندك سيرفيس بروفايدر لليوزرز، عندك سيرفيس بروفايدر للبرودكتس، عندك سيرفيس بروفايدر للكاتيجوريز. فانا هبتدي اسجل الكلام ده، او السيرفيس بروفايدرز ديت هسجل عندي في كونتينر عشان اعرف انا هشتغل على ايه، او مين اللي هشتغل معايا في البروجكت. هشتغل معايا اليوزرز، هشتغل معايا الكاتيجوريز وهكذا. فبسجل الكلام ده كله عندي في كونتينر. تمام، فدي اول حاجه لازم نبقى عارفينها، احنا بقى في عندنا كونتينر بيخزن الكلام ده كله. الحاجه الثانيه، بعد ما نسجل السيرفيس بروفايدرز هيبقى عندنا مكان واحد نحط فيه ايه السيرفيس بروفايدرز اللي هنشتغل منها. ده ليه هنعمل الكلام دوت؟ لان ده هيسهل علينا بعد كده انا عايز اشغل انهي موديول ومش عايز اشغل انهي موديول. في نقطه برضو هنا مهمه، مش شرط يكون الموديول يبقى حاجه كبيره، يعني انت ممكن تخلي اصلا الموديول عندك يبقى عباره عن بيج واحده. يعني انت لو البروجكت بتاعك صغير عباره عن مجموعه من الصفحات، فممكن نفس القصه تعمل السيرفيس بروفايدر بيهندل برضه، هيبقى ياخد نفس الكونسبت المديول، بس مش هيبقى بالكونسبت اللي هو المتشعب اللي اتكلمنا عنه في درس الموديولز. المهم هنبتدي نسجل كل السيرفيس بروفايدرز عندنا في الكونتينر بتاعنا. السيرفيس بروفايدر كونتينر لما يجي يسجل السيرفيس بروفايدرز ديت ويبتدي يعمل سكان عليهم ويشغلهم، هيبتدي يبعت لكل سيرفيس بروفايدر مجموعه من الفانكشنز جوه اوبجكت يسهل عليه الشغل بتاعه. زي مثلا لو انت عايز تتعامل مع الراوتنج، عاوز تقول مثلا الموديول ده هيبقى فيه راوت 1 و2 و3 و4، الطبيعي اللي انت بتشتغل بيه في رياكت انك بتشتغل برياكت دوم وتبتدي تسجل الراوت بتاعك. ده اللي احنا مش هنعمله هنا، ده هيبقى يكون الموضوع ماشي بشكل منظم اكتر ويسهل علينا الشغل بشكل كبير. طيب كفايه كلام كده، تعالوا نبتدي نطبق الكلام ده. ده البروجكت بتاعي، افتح الفيس كود، نشغل ال ابلكيشن يارن ستارت. زي ما احنا قلنا انا بشتغل بيارن، او ممكن تشتغل بام بي ام، انا بشتغل بالاثنين عموما يعني. فده هيفتح البروجكت عندنا. طيب دلوقتي احنا قلنا احنا محتاجين ايه سيرفيس بروفايدر عندنا. طبعا المفروض دلوقتي الشاشه بيضاء لغايه دلوقتي، احنا لغايه ما فيش اي حاجه عملناها، احنا برضو فاتحين الكونسول عشان نبقى متابعين لو في اي ايرورز عندنا. الكور بتاعنا دلوقتي زي ما احنا قلنا احنا محتاجين يبقى في عندنا كونتينر. فانا هاجي كده اعمل فايل، تعالى نعمله حتى من هنا في اليوزرز الكور، هاجي اعمل هنا فايل اسمه سيرفيس بروفايدرز دوت جي اس، او خليها مثلا كونتينر جي اس. طيب الفايل ده عباره عن ايه؟ اول حاجه وي نيد كونتينر تو ستور our service providers. فانا اعمل ايه؟ const service providers هيساوي array. دي اول حاجه اعملها. تمام، هنا نقطه مهمه جدا، ده هيكون private يعني مش هعمله export، مش هطلعه، انا مش محتاج اي حد يعرف ان ده موجود اصلا عندي. طيب انا دلوقتي عملت الايه السيرفيس بروفايدر، دلوقتي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اطلع او اعمل طريقه او اي بي اي بحيث ان انا اجي اقول للرياكتور اللي هو الكور بتاعنا ازاي تبتدي تسجل السيرفيس بروفايدرز في الكونتينر ده. فانا هاجي اقول له اكسبورت ديفولت، هفتح كده اوبجكت. ليه هفتح اوبجكت؟ لان انا ممكن اطلع اكتر من حاجه في السيرفيس بروفايدر بتاعنا دوت. طيب انا دلوقتي محتاج اقول له ايه؟ هقول له عندنا فانكشن اسمها ريجستر. طيب تعالوا نعرف الفانكشن ديت، register the given service providers from array service. providers غلط، providers. تمام، اجي اقول function register
سيرفيس بروفايدر ليست. ببساطه شديده جدا انا مش محتاج اقول له اي حاجه غير انه السيرفيس بروفايدر يساوي السيرفيس بروفايدر ليست. طب ليه الكلام دوت؟ لان انا الموضوع عندي دي هتبقى عباره عن اري، هبتدي اسجلها عندي او اخزنها عندي وهبتدي اتعامل معايا. يعني انا مش هينفع اسجل في الكونتينر غير مره واحده بس. طيب تعالوا نرجع للرياكتور بتاعنا، ممكن نقفل دي دلوقتي. هنعمل هنا امبورت لمين؟ للاستاذ السيرفيس بروفايدرز كونتينر فروم، سوري، فروم سيرفيس بروفايدر كونتينر كالعاده بروفايدرز كونتينر. اوكي طيب دلوقتي اللي انا محتاج اقوله ايه؟ هنعمل ميثود هنا، سوري، اسميها ريجستر سيرفيس بروفايدرز. دي برضه نفس القصة، سيرفيس بروفايدرز تيل ذا انتاير ابلكيشن سيرفيس بروفايدرز تو ذا سيرفيس بروفايدرز كونتينر. طيب حد هنا يقول لي انت ليه مكرر الموضوع دوت؟ لانه ببساطه شديده جدا انا مش محتاج ان انا اكسبوز الكونتينر دوت. يعني الكونتينر دوت مين اللي هتعامل معاه؟ هو رياكتور بس اللي هو البيز بتاعي. ليه اعمل كده؟ عشان لو حبيت اعدل بعد كده يكون التعامل من خلال اي بي اي واحده اللي هو الجزء بتاع الريجستر ديت. لو عدلت هنا مش محتاج ان انا اخش اعدل في اي مكان تاني بيستدعي السيرفيس بروفايدر كونتينر. فاجي هنا اقول له ايه؟ سيرفيس بروفايدر كونتينر دوت ريجستر السيرفيس بروفايدرز سيرفيس بروفايدرز. طيب لغايه كده كلام زي الفل. تعالوا نطبق الكلام دوت. تعالى نعمل موديول، خش على موديولز. احنا اوريدي عندنا يوزرز، عندنا سيرفيس بروفايدر. طيب اللي انا محتاج اعمله ايه دلوقتي؟ هاجي هنا اقول له اكسبورت ديفولت فانكشن. ممكن هنا اطلع فانكشن، ممكن اكسبورت كلاس اللي انا عايزه. خلينا دلوقتي في فانكشن، مش هنعمل اي حاجه ثانيه غير ان احنا نعمل اكسبورت ليها. طيب فانا دلوقتي عندي الموديول بتاع اليوزرز في سيرفيس بروفايدرز او سيرفيس بروفايدر واحد عايز اشغله، فهعمل ايه؟ هخش كده عند الاندكس بتاعي. خد بالكم احنا دلوقتي عاملين رياكت رياكتور دوت رياكت، مش محتاجين نضيف حاجه. اللي انا محتاجه دلوقتي ايه؟ grab all service providers from all modules. هبتدي هنا اعمل listing للسيرفيس بروفايدرز بتاعتنا. كونت users service providers sorry import from modules users service provider. هنا reactor هقول له dot register service provider وده عباره عن array. هنا بقى هبتدي اسجل السيرفيس بروفايدرز ليست. اول حاجه عندنا يوزر سيرفيس بروفايدر. طيب تعالوا نتاكد ان في عندنا مشاكل. assignment to constant containers سوري دي المفروض هتبقى let، لان انا هعملها ري assign تاني. اوكي كده الايرورز اختفت. هنشوف المشكله اللي عندنا في ايه. ماشي مفيش مشكله لان احنا لسه ما استخدمناهاش في حاجه. نون يوزد. اوكي مفيش مشكله. طيب دلوقتي انا خلاص سجلت السيرفيس بروفايدر بتاعي بتاع اليوزر. تعالى نعمل واحد تاني. بالمناسبه صحيح في فولدر برضو مهم جدا نسيت اسجله اللي هو بتاع التيستس، ده هنستخدمه عشان التستنج عندنا. اعمل فولدر تاني، هاخد ده كده كوبي اسميه كاتيجوريز، وتقريبا مش هيبقى في اي حاجه تانيه مختلفه لغايه دلوقتي. فهاجي هنا اقول له ايه؟ اعمل لي برضو في الاندكس كاتيجوريز سيرفيس بروفايدر. اوكي هاجي انا اسجله كاتيجوري سيرفيس بروفايدرز. لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل عندنا، الدنيا شغاله زي الفل. طيب ايه اللي احنا محتاجين دلوقتي نعمله؟ هاجي هنا اقول مثلا console.log users service provider، وهنيجي برضو في الفايل بتاع الكاتيجوريز اهو. اجي هنا اقول له console.log categories service provider.
برضه لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه. خدوا بالكم انا خزنت عندي الفانكشن ديت اللي هي معموله اكسبورت في الليست بتاعت الايه السيرفيس بروفايدرز بتاعتي. طب دلوقتي انا خلاص خلصت، اجي اقول ايه ستارت دي ابلكيشن. ايه اول حاجه عايزين نعملها؟ ان احنا عندنا في رياكتور في عندنا رياكت، هنا اول حاجه عايز اقول له ايه ستارت كولكتنج، او مش كولكتنج بقى، كولينج اول سيرفيس بروفايدر او بايدرز. طيب هاجي اقول له سيرفيس بروفايدر كونتينر دوت هقول له مثلا ديسباتش. تمام تعالى نعمل الفانكشن ديت. ديسباتش دي هتعمل ايه او ايه وظيفتها بالظبط؟ فين سيرفيس بروفايدر عرفها فانكشن ديسباتش ستارت كولينج اول سيرفيس بروفايدرز. فاكرين كان عندنا اري، فاجي اقول له ايه فور ليت سيرفيس بروفايدر اوف سيرفيس بروفايدرز. خد بالكم احنا يعني قدام هننهانس الكلام ده شويه، عشان كده انا قلت لكم ايه، احنا هنخلي الريجستر بتاع سيرفيس بروفايدرز من بره في مكان واحد، لان انا بعد كده هعمل ابديت تاني للانر او الانترنال سيرفيس بروفايدرز بتاعت الكور نفسه. طيب دلوقتي كل اللي انا هاجي اعمله ايه؟ هاجي انا اقول له اعمل لي بس كول مش اكتر. خد بالكم دي كانت فانكشن، تعالى نعمل ريفريش. قال لي هنا ايه يوزر سيرفيس بروفايدر كاتيجوري سيرفيس بروفايدر او كاتيجوري سيرفيس بروفايدر. طب لغايه كده الدنيا تمام قوي. ممكن نعملها كده برضو بالشكل دوت نيو سيرفيس بروفايدر. ليه انا عملتها بالشكل دوت؟ لان انا ممكن اور كلاس. خد بالكم ان اي فانكشن اقدر اعملها نيو، يعني ممكن لو عندي فانكشن ديسباتش اقدر اقول نيو ديسباتش وهكذا. تمام طيب فده اللي احنا هنعمله لغايه دلوقتي. هنوقف الدنيا هنا، المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نبعت شويه فانكشنز للسيرفيس بروفايدر زي مثلا ان احنا نبتدي نتعامل مع الراوتنج. المره الجايه نبتدي نشتغل حته رياكت شويه، بس برضو هنحاول نخلي الموضوع يبقى عام لغايه لما تيجي نتعمق شويه في الموضوع دوت، نمشي خطوه خطوه ونشوفكم على خير ان شاء الله.